مرحبا بكم، كونيتشيوا. اليوم راح نرسم علم اليابان على ظفرنا، وهذا واحد من طلباتكم. أكثر من بنية طلبت مني هذا الطلب، فأنا راح أعلمكم. في البداية نحتاج ورقة من هاي الأوراق اللي بها مادة لاصقة. طبعا نتخلص من الجزء اللي ما بيه مادة لاصقة ونحتفظ بهذا الجزء. ناخذه ونجيب الفرجار ونحاول نضبطها على دائرة جدا صغيرة، بحيث نرسم دائرة تناسب مقاس ظفرنا. المهم أنا ما رح أطول عليكم، اختصرت لكم الوقت، سويت لكم دائرة. نطلي ظفرنا بالأحمر ونحط الدائرة في المنتصف. طبعا هاي الطريقة طريقة مضبوطة، فيطلع لنا دائرة بالضبط. بس إذا أنتي فنانة وتعرفين ترسمين دائرة، ما تحتاجين كل هاي الخطوات. تمسكين القلم الأحمر وترسمين دائرة على خلفية بيضاء ويطلع لك علم اليابان. فإحنا راح نرسم هسه، أقصد راح نغطي الأحمر هذا اللي اختاريناه لون للقاعدة، راح نغطيه بالأبيض بهذا الشكل. ننتظر شوية ينشف، بعدين بكل رفق، طبعا هو ما نشف بس يلا كل رفق راح اشيل الدائرة. بسم الله. طبعا هو ما ناشف، طلعت النتيجة شوي مو حلوة، بس يلا رسمنا علم اليابان، طلعت نتيجة تقريبا حلوة. راح احاول اعدلها. تقريبا هذا علم اليابان، نقدر نرسمه على جميع أظافرنا بنفس الطريقة. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، أتمنى لكم أوقات ممتعة، ولا تنسون تسووا لي سبسكرايب ولايك وتسووا لي تعليق على كل فيديوهاتي، وتروحون تشوفون قناتي وجميع فيديوهاتي، وتسووا لي شير بالفيسبوك وتويتر والمواقع الحلوة، وأشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.